آية الكرسي في بعض الروايات أعظم آية في كتاب الله. وفي الحديث الشريف من قرأ آية الكرسي مرة بعث الله له ملكا يحرسه، ومن قرأها مرتين بعث الله له ملكين، ومن قرأها ثلاثا بعث الله له ثلاثة من الملائكة لحراسته، ومن قرأها أربعا قال الله للملائكة تنحوا أفأنا أتولى حراسته. لذلك أوصي إخواني جميعا وأوصي الشباب جميعا، كل يوم عندما تصبحون لا تخرجوا من بيوتكم ولا تعملوا أي عمل إلا بقراءة آية الكرسي على الأقل عدد أربع مرات، ورددوا هذه الآية: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.